السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم رح نتعلم يا أصدقائي كيف نصمم 6 خيارات إنفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ يا أصدقائي بفيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا يا أصدقائي، كل ملفات وقوالب التصميم على برنامج باوربوينت كلها متاحة الآن على موقع عالمكم وبنظام النقاط، بحيث نضمن وصولك لأي ملف بأبسط طريقة وبأبسط التكاليف. في البداية أصدقائي، رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار شكل القوس الممتلئ ورح نرسم قوس بهذا الشكل. رح نضغط على Shift ونديره شوي بهذا الشكل ونكبره ونحطه في منتصف الشريحة أو في وسط الشريحة. بعدين أصدقائي رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة ورح نرسم دائرة بهذا المكان. طبعا رح نضغط على Shift لحتى الأبعاد تكون متساوية معنا. رح نكبر شوي أو نزوم شوي على الدائرة لحتى نعرف كيف نرسمها على السواء. بعدين الدائرة مع الشكل رح أقوم بتحديدهم، ورح أتوجه إلى تنسيق الشكل، ومن إطار رح أحطهم بدون إطار، والتعبئة رح أختارها بهذا اللون. بعدها رح أحدد شكل القوس الممتلئ ورح أقوم بتكراره بالضغط على Ctrl وسحبه. رح أعطيه استدارة للطرف الثاني بهذا الشكل ورح أرفعه بحيث تكون معنا بهذا الشكل. رح أخرها لورا شوي بالضغط على Shift، ورح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نأخذ مستطيل ورح نرسم مستطيل بهذا المكان. رح نزوم شوي في الضغط على Ctrl. رح نحط هذا المستطيل بدون إطار، والتعبئة رح تكون بنفس اللون. رح نحدد هذا الشكلين مع المستطيل ورح نكررهم بالضغط على Ctrl وسحبهم. رح نكرر المستطيل بهذا الشكل، رح نرفعه لفوق شوي ورح نرجع نكرر الأشكال بهذا الشكل. رح نرفعهم وبعدين يا أصدقائي رح نكرر هاي الدائرة ورح نسحبها لتحت بهذا الشكل ونظبط له مكانه مثل ما نكون شايفين. بعدين يا أصدقائي رح نضغط Ctrl A من الكيبورد حتى نحدد كل الأشكال اللي عنا، ورح نقر عليهم باليمين ورح نعطيهم تجميع ورح نصغر شوي بهذا الشكل. رح نحطهم في الوسط وفي المنتصف، نكبر شوي صغيرة وننزلهم لتحت بحيث العنوان يوسع معنا فوق. بعدين رح نفك التجميع عنا طريقتين، يا اما بضغط على Ctrl و Shift و G، او نقر عليهم باليمين ومن تجميع فك التجميع. رح نتوجه مرة تانية الى قائمة إدراج، ومن اشكال رح نختار شكل الدمعة. نرسم دمعة بهذا الشكل، رح نعطيه شوية استدارة بالضغط على Ctrl. شايفين النقطة الصفراء المعنى هون، رح نقوم بسحبها للأمام شوي بحيث تصير معنا دمعة بهذا الشكل. رح نصغرها ونحطها بهذا المكان. تمام، رح أقوم بتكرار هاي الدمعة وعكسها بهذا الشكل وتصغيرها ورح أحطها بهذا المكان. تمام، رح نتوجه مرة تانية إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار مستقيم ورح نرسم مستقيم بهذا الشكل. رح نحدد الشكل الصغير مع المستقيم ونرفعه لفوق شوي. تمام، رح نحدد الشكلين، ومن تنسيق الشكل إطار رح نحطه بدون إطار، والتعبئة رح نختارها بهذا اللون. والخط المستقيم كمان رح نختاره بنفس اللون ورح نعطيه شوية سماكة. رح نتوجه مرة تانية إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة ورح نرسم دائرة بهذا المكان. رح نصغرها ونحطها في وسط الشكل البرتقالي أو شكل الدمعة. رح نكبرها بهذا الشكل ونحطها بهذا المكان. رح نحط الدائرة بدون إطار، والتعبئة رح نختارها باللون الأبيض. نصغرها شوي بهذا الشكل. رح نحدد الدمعة الصغيرة مع المستقيم مع الدمعة الكبيرة والدائرة، ونقر عليهم باليمين ونعطيهم تجميع.
رح نكرر هذا الشكل بالضغط على كنترول وسحبه، ورح نعطيه انعكاس بهذا الشكل ونحطه بهذا المكان. رح نحدد الشكلين ورح نقوم بتكرارهم بالضغط على كنترول، نحدد مرة تانية ونقوم بتكرارهم. رح نظبط مكان الشكل الأول ورح نظبط مكان الشكل الأخير، رح نكبر عليه بالكنترول ونظبط مكانه بهذا الشكل. تمام. بعدين يا أصدقائي رح نحدد كل الأشكال، ومن ترتيب محاذاة رح نختار توزيع عمودي بحيث يزبطوا معنا بهذا الشكل. بعدين يا أصدقائي رح نقوم بتعديل الألوان، رح نحدد الدمعتين هدول من تنسيق الشكل، تعبئة رح نختارهم بهذا اللون، كمان المستقيم رح نختاره بنفس اللون. على الشكل اللي بعده رح نحدد الدمعتين ورح نختار هذا اللون، الخط المستقيم رح نختاره بهذا اللون أو نفس اللون اللي اخترناه للدمعتين. الشكل الرابع رح نختاره بهذا اللون، خط المستقيم برضو بنفس اللون. وظل معنا الشكل الأخير، كمان رح نحدد الدمعتين ومن تنسيق الشكل تعبئة رح نختار هذا اللون، والخط المستقيم رح نختاره بنفس اللون بهذا الشكل. طبعا أنا في شريحة مستقلة قمت بتجهيز النصوص مع الأرقام مع العنوان، رح أقوم بنسخهم ولصقهم بهاي الشريحة. رح أحط العنوان في الوسط من تنسيق محاذاة، محاذاة إلى الوسط. رح أقوم بتظبيط محل الأرقام والنصوص بهذا الشكل. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا ترتيب النصوص مع الأرقام ووضع العنوان. هلا أصدقائي كل شكل مع محتوياته سواء كان أرقام أو نصوص أو إذا كان عندنا أيقونات رح نقوم بتجميعهم. رح نحدد بهذا الشكل، رح نقرأ عليهم باليمين ورح نعطيهم تجميع أو كنترول جي من الكيبورد. كمان هلا رح نحدد دائرة مع هذا الشكل ورح نقرأ عليها باليمين ورح نعطيه تجميع. كمان هذا المستطيل مع هذا الشكل رح نقرأ عليها باليمين تجميع. كمان عباقي الأشكال. وهلا يا أصدقائي رح ننتقل إلى هاي الشريحة. في عندي هون خريطة رح أقوم بنسخها وبلصقها في هذا المكان، راح أكبرها على قدر مساحة العمل وراح أعطيها نقل إلى الخلفية، ومن ترتيب محاذاة، محاذاة إلى المنتصف. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا رسمتنا لليوم. هلأيت راح ننتقل إلى قائمة حركات لحتى نحط حركات للأشكال. راح نحدد العنوان مع الخريطة وراح نختار تضاؤل ونفعل جزء الحركة لحتى نشوف الحركات معنا بهذا المكان. راح نحدد الشكل الأول، راح نعطيه مسح من خيارات تأثير من الأعلى، ومن خيارات البدء رح نختاره بعد السابق. طبعا المدة رح نزودها لـ75. عن هذا الشكل رح نختاره كمان مسح من خيارات تأثير من اليسار، رح نختاره بعد السابق وكمان رح نزود المدة لـ75. هلا أصدقائي رح نقوم بتكرار العملية على باقي الأشكال. رح نحدد هذا الشكل، نسخ الحركة على هذا الشكل، نفس الشيء عن هذا الشكل أو الإنفوغراف على الشكل الثاني، ومن خيارات تأثير رح ناخدها من اليمين ورح نكرر العملية على باقي الأشكال. لنأخذ الشكل الأول على الشكل الثالث، نرجع ننسخ الحركة لهذا الشكل، الشكل الثاني للشكل الرابع بهذا الشكل. ولا يا أصدقائي خلينا نشغل الشريحة معنا ونشوف الحركة شلون راح تصير. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم. الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير على مشاهدتكم لهذا الفيديو.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان، رح نحدد الشكل الأول، رح نعطيه مسح من خيارات تأثير من الأعلى، ومن خيارات البدء رح نختاره بعد السابق. طبعا المدة رح نزودها للـ75. عن هذا الشكل رح نختاره كمان مسح من خيارات تأثير من اليسار، رح نختاره بعد السابق، وكمان رح نزود المدة للـ75. هلا أصدقائي رح أقوم بتكرار العملية على باقي الأشكال. رح نحدد هذا الشكل، نسخ الحركة على هذا الشكل، نفس الشيء عن هذا الشكل أو الإنفوغراف على الشكل الثاني، ومن خيارات التأثير رح نأخذها من اليمين، ورح نكرر العملية على باقي الأشكال. نأخذ الشكل الأول على الشكل الثالث، نرجع ننسخ الحركة لهذا الشكل، الشكل الثاني للشكل الرابع بهذا الشكل. ولا يا أصدقائي خلينا نشغل الشريحة معنا ونشوف الحركة شلون راح تصير. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم. الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير على مشاهدتكم لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.